في فرق بين الانتقاد الموضوعي المبني على حقائق وأدلة والانتقاد العاطفي المبني على مشاعر ومواقف شخصية. النوع الأول إحنا ما عندناش أي مشكلة معاه، وإحنا أساساً بننتقد وانتقدنا مدربنا ولاعبينا وأي حد بيغلط لما بيغلط فعلياً. المشكلة في النوع الثاني، لأنه انتقاد على طول الخط ملوش أي منطق وملوش أي علاقة بالحقيقة، وده اللي هنشوفه في الحلقة دي من درع الأهلي. معاكم أحمد قيشو، ويلا بينا نبدأ. انت ضيعت شخصيه النادي الاهلي يا عم موسيماني، عشان لما نقول الكلام ده ناس بتطلع انت بتقطع في موسيماني ليه؟ مين دلوقتي اللي وجهه نظره صح؟ ده مثال حقيقي لفكره الانتقاد العاطفي، لانك من البدايه من اول يوم لموسيماني مع النادي الاهلي وانت بتنتقده وواخد منه موقف وشايف انه قليل على النادي الاهلي وما ينفعش يدرب النادي الاهلي. دي المشكلة الحقيقية يا كابتن رضا، لأنه أنت جاي تعمم خطأ واحد في مباراة واحدة من أصل 26 مباراة عشان تقول أنا صح. لا حضرتك عم الصح، حضرتك وقعت في مغالطة التعميم الخاطئ. يعني إيه؟ يعني أنت في مباراة واحدة بتعممها على 26 مباراة وعايز تقول لنا أنه مدرب فاشل ومدرب سيء ومدرب لا يليق بالأهلي. لا، الكلامك ده بقى هو اللي لا يليق بالمنطق ولا يليق بأي حقيقة خالص، لأنه مش معقول يكون مدير فني كسب دوري أبطال إفريقيا بعد 7 سنين النادي الأهلي مش قادر ياخدها، وكمان يعيد الأهلي لمنصات التتويج العالمية وتقول لي ده مدير فني قليل. لا، ده مدير فني كبير، وانت أصلا مش عاجبك أي مدير فني لنادي الأهلي. انت سبق وانتقدت فايلر بعد 16 انتصار متتالي في الدوري في الموسم الماضي، ولما تعادل لمرة واحدة بس قدام سموحة قلت انه مدرب مغرور ومتعالي. وتعال نسمع ونسمعك كلامك اللي قلته بالنص. صراحة يا فايلر، انت اتضح في كام ماتش كده ان انت ما تعرفش تغير، مع ان كنا بنشيد بيك ونقول بتعمل تدوير واللعيبة والكلام ده. انا شايف الغرور والتعالي، وانت فعلا شكلك مش عارف. يعني انا بقول لك بقى، شوف انا كنت واقف في ظهرك قد ايه وبتكلم عليك قد ايه وبقول لا مدرب فاهم ومدرب لا، اتضح ان هي اللعيبه لما كانت فايقه هي اللي شايلاه. ايه رايك في رايك يا كابتن رضا؟ مدير فني كسب 16 مباراه على التوالي شايف انه مغرور ومتعالي واللعيبه هي اللي شايلاه. دايما انت شايف انه اي مدير فني للاهلي هو مدير فني مش كفء ومش جيد. حتى مانويل جوزيه أسطورة أساطير التدريب في مصر وإفريقيا كلها، أنت شايف برضو أنه كسب عشان معاه جيل ذهبي واللعيبة برضو هي اللي خلته ينجح مع النادي الأهلي. هات لي واحد جوزيه أحسن مدرب أجنبي جه لما خرج برا النادي الأهلي حقق حاجة؟ لا. اللي كنا بنقول عليه الساحر وكلام، مدرب محترم والكلام ده، بس معاه الإمكانيات، معاه كل وسائل النجاح. لما راح السعودية فشل، اما راح ايران فشل، اما راح توجو فشل. نفسي اعرف بصراحه مين درب النادي الاهلي وانت رضيت عنه. يعني اذا كان جوزيه وفايلر نجحوا عشان لعيبه شايلاهم وموسيماني قليل على النادي الاهلي، امال مين اللي كبير؟ طبعا دي مشكله كبيره جدا بنواجهها مع كابتن رضا عبد العال اللي شايف انه اي مدير فني مش يليق بالنادي الاهلي. دي مشكله حقيقيه، لان احنا هنا مش بندافع لمجرد الدفاع عن موسيماني، احنا بنقول وبناكد إن موسيماني يتحمل الهزيمة أمام سيمبا. موسيماني بدأ بتشكيل غلط وعمل تغييرات غلط وهو المسؤول الأول عن الهزيمة. دي حقيقة فنية، واللي يختلف معاك هو غلطان. المشكلة إن أنت شايف إن هو دايماً غلطان، هي دي مشكلتنا الحقيقية. فأنا بوجه كلامي بقى هنا لجمهور النادي الأهلي، يا جماعة أنا كواحد أهو بتكلم دفاعاً عن النادي الأهلي بقول إن موسيماني غلطان، غلط في مباراة واحدة من أصل 26 مباراة كسب فيهم 20 مباراة. إذن ده مدير فني جيد، مدير فني كفء، يستحق مننا كل الدعم. ومن أول يوم له مع النادي الأهلي قال اعطوني الوقت والدعم وإن شاء الله هتشوفوا النادي الأهلي في منصات التتويج. وفعلا هو من أول يوم وفى بوعده. الراجل رجعنا لإفريقيا ورجعنا لمنصات التتويج العالمية وعدنا أكبر إنجاز لينا بالفوز بالبرونزية. إذن هو أثبت وقدم السبت والحد والاثنين، قدم دوري أبطال أفريقيا
قدم كاس مصر، قدم برونزيه المونديال، اذا يستحق مننا كل الدعم وان احنا نصبر عليه موسم كامل على الاقل وياخد فرصته كامله عشان نقدر نقيم تجربته مع النادي الاهلي اللي ان شاء الله هتكون ناجحه وهيفوز برضه بدوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي والعاشره في تاريخنا.